السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. نكمل اليوم، وصلنا لعند السلايد هذا، لعند الفون نيومان كمبيوتر اركتكتشر المرة الماضية، المحاضرة الماضية. اليوم بدنا نكمل إن شاء الله من هان، ولسه الشابتر هذا طويل شوي، انتروداكشن طويل، راح يتحمل معنا كل الأسبوع هذا. العدد لسه مش حاضرين إلا 8. طيب بنكمل. تفكير فون نيومان اركيتكتشر، اذا متذكرين حكينا هو اول موديل بحطه العالم فون نيومان للكمبيوتر اركيتكتشر اند ذا مين كمبيوتر كومبوننت اوف كمبيوتر اركيتكتشر. حكينا انه بتكون من الفون نيومان موديل بتكون من فور مين كومبوننت، اللي هم البروسيسور اليمنت كومبوننت، الميموري اليمنت كومبوننت، and the input output device. وإذا ذاكرين ذكرنا إنه عملية الـ execution للـ instruction بتتم من خلال الـ pointing للـ instruction from memory باستخدام الـ program counter اللي بيكون عبارة عن pointer بيأشر على الـ instruction to be fetch and execute من الميكروبروسيسور. ذكرنا إنه في مشكلة هنا، مشكلة الـ sequential execution، حكينا سميناها الـ bottleneck of von Neumann computer architecture، بحيث إنه مش ممكن إني أنفذ instruction إلا بالترتيب. فقضية الـ parallel execution قضية مهمة جدا في الـ computer architecture. راح نشوف إنه كيف بدأوا يعدلوا على الـ architecture. طبعا ظلوا الـ main component زي ما هم، ولكن بدأوا يطوروا شوية على الـ architecture بحيث إنه يمكنوا الـ microprocessor من تنفيذ instruction in parallel. ذكرنا قضية الماشين انستركشن سايكل، حكينا انه بدأوا يطوروا من ناحية دورة حياة الانستركشن بحيث انه قسموا الاكسكيوشن للانستركشن لعدة ستيجز. طبعا ذاكرينها في الكمبيوتر اورجنايزيشن، هاي اسمها البايب لاين ستيجز، راح نيجي لهم برضو بالتفصيل. دكتور، تفضل. الشاشة مش مبينة. عامل شركة. بين صح؟ ذكروني في بداية المحاضرة عامل شركة، بنسى دائما كل المحاضرات هيك. مع العلم أول ما بدأت عامل شركة بس فكرة مش كده. طيب تمام. فإذا عندنا تم تقسيم الـ execution للـ instruction لعدة stages. رح نيجي أول إشي للـ instruction fetch. طبعا الـ program counter بيكون يأشر على وين؟ على الميموري، على الانستركشن تو ميموري تو بي فيتش. بعد ما اجلب الانستركشن انا ببدا بعمليه الانستركشن ديكودينج، اللي هي عمليه ترجمه او فك الشيفر عن الانستركشن بحيث اني اعرف كل البراميتر اللي مرتبطه في الانستركشن. ذكرنا لكم المره الماضيه مثال از مثلا اي اكس بلس بي اكس، بيتم ترجمه الانستركشن هذا ومعرفه الاوبيرانت اللي خاصه فيه والاوب كود اللي هو الاد انستركشن. الخطوه الثالثه اللي هي اوبيراند فيتش او فيتش للاوبيراند، بحيث ان الاوبيراند اللي مرتبطات في الانستركشن هاز يتم جلبهم حتى تتم عمليه الاكسكيوشن. بعد ما اجيب الاوبيراند ببدا في مرحله الاكسكيوشن للانستركشن، واخر شيء عمليه الستور باك او الستور ريزلت اوف ذيس انستركشن. طبعا بعدين البروجرام كاونتر بيعمل increment بروح على next instruction to be fetch and execute. هاي رايحين نجي لها بالتفصيل. الفكرة هاي انها بدأت تظهر انه ممكن الـ von Neumann architecture نعدله بحيث انه اصير ايش؟ اصير انفذ instruction او اتخلص من قضية الـ bottleneck للـ sequential executing. فبدأت من هنا فكرة ايش؟ الـ parallel executing. نيجي للريليتد لساتنا هنا في التكنولوجي تشينج. طبعا حتى نلاحظ في الفون نيومان اركيتكتشر بداوا يطوروا في اتجاهين. الاتجاه الاول من ناحيه امبروف ذا هاردوير تكنولوجي، والاتجاه الثاني امبروف ذا سوفت وير تكنولوجي. تكونوا تظلوا متذكرين انه الفون نيومان اركيتكتشر في مشكله اساسيه اللي هي sequential executing.
طبعا لو جينا لاحظنا بشكل عام سريع، يعني زي literature review على الهاردوير كيف تم تطويره من بداية ظهور الكمبيوتر لليوم. طبعا في البداية كان الالكترونيك ديفايس عن طريق الفاكيوم تيوب، التكنولوجيا القديمة جدا. بعدين طورنا لإشي اسمه ترانزستور. بعد الترانزستور طبعا ترانزستور اللي هو باختصار كان أبسط الأنواع، اللي هو on and off switch electrically. بعدين بدأنا في الانتجريتد سيركت. الانتجريتد سيركت اللي هي الجيل الأول من الـ on the chip system، بحيث إن استطعنا أن نحط more than one component أو transistor internal the integrated circuit. وأخذت في الديجيتال الـ IC كيف تتكون. طبعا هاي الـ integrated circuit. بعدين بدأنا في قضية الـ on the chip system. الـ on the chip system أو الـ chip system، بحيث انه زدنا عدد الترانزستور اللي ممكن اضمنهم في الشيب. يعني ممكن بقول لك هنا 100 to thousands of component او ترانزستور inside the chip. بعدين بدأنا طبعا ال thousands of transistor بيسموها large scale integration. بعدين بدأنا في very large scale integration، million of transistor can be implemented inside the chip. بعدين شو اللي اجى بعدهم؟ اللي اجى بعدهم النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي صار امكانيه ان احط بليونز اوف ترانزستور انسايد ذا تشيب، وظهرت عندنا الاون ذا تشيب سيستم تكنولوجي. وبعدين صار في تطور على الان ذا تشيب سيستم تكنولوجي بعد الالفيه، يعني بعد ال 2003، بحيث انه صار في عندنا 19 نانو متر تكنولوجي. بعدين صار في عندنا 13 نانو متر تكنولوجي، لا قبلها صار في عندنا 70 نانو تكنولوجي. بعدين اليوم وصلنا لعند ال 40 نانو تكنولوجي، وبيحكوا انه في اشي اقل من ال 40 نانو تكنولوجي. باختصار على سبيل المثال، يعني ال i9 مالتي كور i9 استطاعوا انه يحطوا 12 بليون، مش مليون، 12 بليون انستراكشن انسايد ذا مايكرو بروسيسور او المالتي بروسيسور تشيب سيستم. احنا بنحكي عن التشيب سيستم، هذا المالتي بروسيسور لا يتعدى 3 الى 4 سنتيمتر مربع، ولكن صاروا يعملوه ب 3D. طيب هذا من ناحيه الهاردوير. من ناحيه السوفت وير طبعا بنعرف انه بدانا في المشين لانجويج 0 اور 1، بعدين الاسمبلي، بعدين الهاي ليفل لانجويج، بعدين الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، واخر شيء وقفنا عند او اليوم صار الاستثمار في الـ Artificial Intelligence Language، خصوصا Neural Network، الـ Genetic Algorithm وهكذا. طبعا هنا برضه Improvement Technology بيجي بيعطيك مثلا هنا Relative Performance Bear Cost. Relative Performance Bear Cost طبعا الـ Vacuum Cube هو الـ Reference، كان واحد خلينا نحكي. ومن هنا ممكن أن نلاحظ كم الـ Performance راح تزيد في كل جينيريشن. طبعا الترانزستور صار 35 مقارنه في الفاكيوم تيوب، يعني اسرع 35 مره. لو جينا للالترا لارج سكيل انتجريشن اللي هي النانو تكنولوجي، راح نشوف انه هاي مليون 6 بليون تايم مور ذان الفاكيوم تيوب. طبعا هون بلخص لك انه البروسيسور كاونت ترانزستور، يعني نمبر اوف البروسيسور انسايد ا تشيب about 30 to 40 barrier. يعني صاروا يضاعفوا النمبر اوف ترانزستور اللي ممكن انه يضمنوه يعملوا له امبلمنتيشن داخل الشيب 30 الى 40% في كل سنه. الميموري كاباسيتي صارت تضاعف اكثر من النص barrier. الديسك كاباسيتي كذلك الامر. لذلك صار عندنا ايش؟ تكنولوجي في تقدم مستمر حسب قانون مورز لو. الشكل هذا راح تلاحظوا فيه انه دايناميك رام كاباسيتي اوفر ييرز. طبعا هنا اوفر ييرز من ال 76 لل 2012، بنشوف انه الدايناميك رام زادت السرعه او الكاباسيتي لها من 16 كي لتا وصلنا اليوم اكثر من 16 جيجا. تصوروا الفرق الهائل. طبعا انكريز كاباسيتي يعني then increase the performance and the throughput of the system. وهذا مترابط معه طبعا، وهذول شرحناهم.
growth of capacity per dynamic chip. طبعا راح نشوف هنا بقول لك dynamic RAM capacity quadruple almost every 3 years، كل 3 سنوات كان راح ايش يصير كواد، يعني 4 مرات الضعف. لذلك لو اخذنا اي مقطع من 90 لل 94 بنلقى الضعف ايش؟ الضعف 4 مرات. طبعا هذا موقف عند ال 2008، ولكن استمر الامر كذلك حتى يومنا هذا. لذلك بنشوف انه الدايناميك رام عادي انك تلقى 32 كي حتى اليوم في السيرفرات، 32 جيجا مش كي. طيب هنا بنيجي ل بروسيسور بيرفورمانس. طبعا بالنهايه قضيه البيرفورمانس للبروسيسور صحيح هي قضيه شكليه يعني ومش ممكن انها تعكس على المشين سايكل دائما، ولكن اهم شغله في اي مشين بدك فيها هي سرعه مايكرو بروسيسور. لذلك المايكرو بروسيسور كذلك الامر هام راح نشوف انه بدا اوفر ييرز يعطيك الفريكوانسي للمايكرو بروسيسور من ال 1978 لحتى 2008 كذلك الامر، راح نشوف انه الضعف حوالي 10,000 مره. يعني بدا في احنا لو احنا بنعرف انه اخذنا ال 886، ال 886 كان 40 مثلا ميجا هرتز. طبعا لو وقفنا لعند ال 2004، ال 2004 بحيث انه بدأ التطوير أو التحسين على السنجل هاي باورفول بروسيسور، يعني بدأوا إنهم يزيدوا من الفريكوانسي للسنجل بروسيسور أو بنسموه سوبر سكيل، سوبر سكيلر بروسيسور اللي هو الهاي باورفول بروسيسور حيث يكون سنجل وان، واتجهوا لإيش؟ للتطوير استخدام المالتي أند ماني كور سيستم أركيتكتشر. راح نشوف هنا مثلا الاكسيون هذا من انتل، انتل 64 بت اكسيون وصل عند 3.6 جيجا هرتز. طبعا لو جينا قارنا 3.6 جيجا هرتز في الفاكس اللي هو اول واحد 78 بنشوف انه اكثر من 10,000 ضعف سرعته. طبعا هو حط لكم الرسم هنا ما كمل لعند ال 2004، لانه بعد ال 2004 2003 2004 وصل العلماء زي ما راح نشرح كمان شوي لفكره انه مش ممكن اظل مستمر في هالكيرف، هذا كيرف متصاعد وممكن انه ازيد عادي، يعني ممكن ان اي شركه تيجي تزيد ل 4 جيجا و 5 جيجا. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه دائما، هل الزياده الهائله هاي في المايكرو بروسيسور بيرفورمانس راح ترافقها دائما زياده في الماشين سبيد؟ اكتشفوا انه لا، اكتشفوا انه لا. ليش؟ لانه المايكرو بروسيسور بالنهايه ما بتعامل لنفسه، ما بتعامل في الاكسكيوتنج للانستركشن لنفسه، لا هو بتعامل مع الاي او ديفايس، بتعامل بالاساس مع المين ميموري بحيث انه بيعمل منها فيتشنج للانستركشن وللابراند، وبعدين بيعمل معظم الاحيان ستور للريزلت. لذلك بالنهايه بده ينزل لسرعه مين؟ لسرعه الميموري. فهنا بتحدث عمليه الكونتنشن بحيث انه المايكرو بروسيسور سريع جدا جدا والميموري ابطا منه، يعني الاف الاف المرات ابطا منه. بالنهايه مش راح اخذ كل الفائده من سرعه البروسيسور هاي، وهذا راح ياثر علي من نواحي اخرى زي ما راح نشوف. طبعا هذا بيعطينا قضية المايكرو بروسيسور سيل اللي هي الشركات المتنافسة في عالم المايكرو بروسيسور، لاحقا نيجي ليش اسمه المالتي بروسيسور والمالتي كور سيستم. هذا بيعطيكم انه ايش اسمه الارم، ارم بروسيسور. طبعا هاي الشركة اختصار ل ادفانس ريسك ماشين، ادفانس ريسك ماشين. بنشوف انه بتضاعف بحيث انها بتستحوذ على السوق. لليوم معظم السمارت فون، معظم الامبيدد سيستم مايكرو بروسيسور بيكونوا مالتي كور، طبعا مصنعينهم ارم في معظم الابلكيشن. لذلك الارم هي لحد الان بتستحوذ على
اكبر قدر من السوق. لو رحنا على انتل مثلا واي ام دي، هذول بصنعوا للمايكرو بروسيسور للسيرفرات وللديسكتوب واللابتوب. مش معناه انه ارم ما بصنعوا، ولكن ادلاك اقوى من الارم في النواحي هذه. طبعا هاي كل انواع مايكرو بروسيسور. طبعا هذا كل واحد منهم هذول له انستركشن سيت خاصه فيه. مثلا الارم في انستركشن سيت خاصه فيه مختلف يعني تماما عن ال 8086 وعن الميبس المليون انستركشن بير سكند وعن الباور بي سي، مختلفات تماما، وعن السباك وهكذا. طبعا هان سي بي يو ترانزستور كاونت، اللي هي زي ما ذكرنا احنا مع تطور الهاردوير تكنولوجي اصبح الاركيتكتس قادرين على انهم يضمنوا عدد كبير من الترانزستور on the same chip of microprocessor. لذلك هذا الشكل بيوضح لنا over years برضو من ال 71 حتى ال 2008 number of counts transistor when number of transistor on each chip. فاحنا بنلاحظ انه بدا من 2000 واليوم صار عندنا كداش دول 2 billion of count of transistor inside the chip. طبعا هذا الرقم لسه اليوم اكبر. اعطيتكم مثال انا انه اليوم في 2020 2021 الانتل اي 9 على سبيل المثال، اللي هو last generation انتل اي 9 مالتي كور سيستم، بيستخدم على ما اتوقع 11 بليون كاونت لل 11 بليون ترانزستور. طبعا هذا بيعطيكم ايش اللي هو، هذا عباره عن 10 كورز في 2011 له 2.6 بليون ترانزستور اند يوزز 32 نانو تكنولوجي. اعطيناكم النانو تكنولوجي ايش هو؟ نانو تكنولوجي يعني في مساحة 32 نانو تكنولوجي ممكن انه يعمل ايش؟ يعمل specific function معينة باستخدام number of components. طلع على الشكل هذا اللي هو multi core processor chip A من AMD Barcelona 4 core processor. طبعا هذا الشكل الداخلي لايش؟ للتشيب تاع المايكرو بروسيسور. بنشوف انه مكون من 4 حجرات، كل حجره بتمثل كور. طبعا كل كور مكون من مالتي ليفل اوف كاشز. طبعا هذا كان اول من يستخدم 3 ليفل اوف كاشز، بحيث انه الكاش رقم واحد مقسوم قسمين للانستركشن وللداتا. كاش رقم 2 بتكون برضو برايفت لكل كور، وكاش رقم 3 بتكون ايش؟ بتكون شيرد فور اول كور، وهي بتكون على مستوى الشيب يعني. لذلك هاي المالتي كور سيستم طبعا مش رايحين ندخل فيه بالتفصيل، مكون من 2 ميجا شيرد ليفل 3 اوف كاش. طبعا اليوم ال 2 ميجا دول مثلا في الاي 7 اكثر، هذول 16 ميجا اند مور. يعني لو بدك تروح تشوف السيرفرات ممكن توصلوا اكثر من 512 ميجا. طيب احنا هذا حكينا قضيه المالتي كور سيستم او مالتي كور بروسيسور، وقبل حكينا ايش اسمه المالتي بروسيسور. شو الفرق بين المالتي كور والمالتي بروسيسور للشباب اللي حاضرين معنا؟ سؤال يلا جاوبوا عليها. خلينا نبلش معكم من البداية. سوسن البزور سمعتنا، سوسن طيب، عنان غدير دكتور، انا موجوده. طيب سالنا سؤال للجميع، بديش اذكر اسماء لانه
إذا هيك بتبطلوا تردوا يعني من هلا نهاية الفصل، في 5 علامات للبارتيسيبيشن بحط لكم، بصير أسأل السؤال وأحط العلامة. فبدنا تشاركوا معنا، ما بينفع النهاية يعني المادة هاي وكلها شرح هيك سلايد يعني، بتصير الأمر ممل. فسألتكم سؤال، شو الفرق بين المالتي بروسيسور اند مالتي كور بروسيسور؟ مصطلحين كثير مستخدمات حتكون في الاورجنايزيشن بالتفصيل، لكن هنا شو الفرق بينهم؟ في حدا بده يجاوب؟ طيب احنا حكينا قبل ظهور النانو تكنولوجي في يعني بنحكي 2002 2003، كان فيش امكانيه اني احط اكثر من بروسيسور مع الكومبوننت اللي لهم يعني مع الكاش اللي لهم. احنا زي ما احنا شايفين هنا السلايد اللي قبله، السلايد اللي قبله حكينا انه كل كور بيحتوي على 3 ليفل اوف كاشز، على الاقل 2 ليفل اوف كاشز لانه الثالث هذا مشترك للجميع. برضه مش بس هيك، بيحتوي على اكسكيوشن يونت، بيحتوي على لارج كاونت اوف باسز اللي هو نتورك ما بين فكان صعب على الديزاينر انهم يبنوهم كلهم هذول داخل شيب، لانه ما بسمح الاريا للشيب ما بتسمح، والتكنولوجي في ذلك الزمن يعني ما بسمح اني اعمل مالتي كور سيستم. فلجأوا لشيء اسمه المالتي بروسيسور، نفس قصه المالتي كور سيستم اكثر من البروسيسور ولكن اون ديسكريت، تمام، ديسكريت مالتي بروسيسور سيستم. يعني هذول بيشتغلوا على، بتعرفوا البرنتد سكرين بورد، زي مثلا المذر بورد، بحطوا على المذر بورد 4 بروسيسور بيشبكوهم بآليه معينه مع بعض، بيشبكوهم مع الميموري ومع المالتي ليفل اوف كاشز بآليه معينه، بصير اسمهم مالتي بروسيسور. ولكن في المالتي كور سيستم لا، مع تطور التكنولوجيا زي ما ذكرنا صار في امكانيه انه اجيب تشيب زي هيك مساحه معينه، وهذا التشيب صار عنده الكابابيلتيز انه زي ما حكينا في الاي 9 11 بليون ترانزستور بير تشيب. لذلك صار في عندنا امكانيه اني ابني كور مع ملحقاته، كور مع ملحقاته، كور مع ملحقاته، واعمل بينهم كونكشن نورث بريدج. شايفين هاي نورث بريدج يعني نتورك، اشبك بينهم مع 3 ليفل اوف كاشز وبعدين احطهم از سنجل تشيب. اذا الديزاين مالتي كور او مالتي بروسيسور انسايد سنجل تشيب سميناه مالتي كور، اوتسايد تشيب كل واحد له تشيب خاص فيه وبشبكهم على برنتد سكرين بورد سميناهم مالتي بروسيسور. طيب مرتبط في الموضوع هذا في عندنا شيء اسمه السوبر سكيل او السوبر سكيلر كمبيوتر اللي هو اللارج باور فول كمبيوتر، وصلوا لشيء اسمه سيت اوف وولز تو ديزاين سنجل بروسيسور. يعني في نهايه ال 2000 بالتحديد يعني في بدايه ال 2003 وصل العلماء لقناعه انه مش ممكن انا احسن من الاكسكيوشن او الثروبوت للماشين اذا فقط حسن زدت الفريكوانسي للمايكروبروسيسور. يعني بزيد الفريكوانسي للمايكروبروسيسور لارقام عاليه جدا زي ما حكينا ممكن يزيدوا له 4 جيجا هرتز، ولكن بعد عمليات الامبلمنتيشن اكتشفوا انه هاي في لها عواقب، في لها مشاكل كثير ومش راح تزيد من سرعه الماشين. طبعا حللوا الامر اكتشفوا انه في عندنا ست اوف وولز، ست اوف وولز هذول منعتهم انهم يستمروا في هذا الطريق، اني انتج بروسيسور قوي جدا سميناه هاي باور فول بروسيسور بمواصفات عاليه جدا. ليش؟ لانه في عندنا وولز راح ترافق الزياده هاي. الوولز هاي اول شغله شيء اسمه الباور وولز. طبعا الباور اللي هي كوست مهمة جدا خصوصا نواديز الأيام هاي، لأنه زي ما بتعرفوا البرودكت صارت حجمها صغير جدا، وصار العالم جميع
يعتمد على البرودكت اللي حجمها صغير. يعني تصوروا انت اليوم، خلينا نقارن 2020 بال 2005 على سبيل المثال. 2005 كنا في الجامعات، 2020 ل 2005 2010 يعني في المرحله هاي كنا في الجامعات، الكل معه ديسكتوب بالبيت او القليل معه لابتوب بالبيت، كنا شايفين اللابتوب يعني الاشي الافضل ومش راح يجي اشي بعده. ولكن اليوم الجميع معه السمارت فون. هذا السمارت فون زي ما بدنا نقارن السايز له مع الديسكتوب، طبعا فرق شاسع. هذا السمارت فون وكل برودكت كل ما يزيد ينقص عند السايز، راح يكون في عندنا مشكلة حقيقية في الباور كونسامشن. الباور كونسامشن يعني تصوروا انتوا لو انه السمارت فون ممكن انه يعملوا البطارية له تقعد اسبوع على سبيل المثال، هذا انجاز عظيم جدا بكم. يعني تستخدمه في حالته الطبيعية زي ما تستخدمه يقعد اسبوع. هذا التنافس اليوم، تنافس في الباور كونسامشن عشان ايش؟ السايز صغر، ودائما لما يصغر السايز والاريا تقل بيكون عندنا ايش؟ بيكون عندنا صعوبة جدا نتحكم في الهيت كونسامشن او بسموه الباور ديسيبيشن، الطاقة اللي بتضيع هاي بين الاسلاك وبين الكومبوننت بحيث انها تستهلك من الباور شيء كثير. فحكوا انه كل ما انا اجي ازيد فريكوانسي للمايكرو بروسيسور بالمقابل راح يزيد الباور كونسامشن. فهنا راح ايش؟ احتاج كومبوننت كبيره حتى اني اقلل من الحراره اللي بتنبعث من المايكرو بروسيسور. طبعا قديما ايام الديسكتوب والسيرفرات حتى مش هالمشكله الكبيره، يعني في السيرفر مثلا لو حطوا لهم اكثر من كونديشن في الغرفه برد السي بي يو، حطوا لهم مراوح الديسكتوب في مراوح وممكن حتى في المراوح، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في البرودكت اللي حجمه صغير جدا. يعني تصوروا بدي مروحة أنا للسمارت فون، أمر مش عملي نهائيا. طيب إذا وصلوا لقصة الباور كونسامشن، قالوا إن وقفنا هان الباور كونسامشن وقضية الباور كونسامشن أهم عندنا من إن نضيف إيش؟ بروسيسور يكون عالي السرعة. الشغل الثاني شيء اسمه instruction level parallelism. طبعا بعرف ايش اخذت في الكمبيوتر اورجنايزيشن، ما اتوقع شو وصلت للموضوع هذا. في السنجل بروسيسور والفون نيومان اركيتكتشر كانت المشكله الاساسيه انه sequential execution. sequential execution بداوا انه يعالجوا هالقضيه هاي في اتجاهين. الاتجاه الاول تحديث على سوفت وير سموه static باراليزم، ستاتيك باراليزم. الشغله الثانيه تحديث على الهاردوير سموه دايناميك باراليزم. طبعا حكي لكم هنا في الستاتيك في الدايناميك في الستاتيك باراليزم اللي هي الكومباينر، الكومبايلر يعني تحديث على الكومبايلر، صار في عندنا شيء اسمه الاوت اوف اوردر سيكيليشن، البريدكشن، الفيرتشوال ويندوز وهكذا. يعني كل موضوع هذول منهم بده ايش؟ بده تشابتر تشرح عنه نذكرهم. مثلا في الهاردوير الاتجاه الثاني صار في عندنا ايش؟ اضافه كومبوننت انسايد ذا ميموري اور انسايد ذا كمبيوتر مايكرو بروسيسور، بحيث انه يحاولوا انهم ينفذوا الانستركشن ان بارلل. الهدف الاساسي اني اتخلص من عقده السيكونشال اكسكيوشن وانفذ قدر الامكان انستركشن ان بارلل. فكان عندنا قضيه الانستركشن ليفل بارلل مود. حكوا ماشي انا وصلت لنقطة بحيث استنفذت كل السبل الهاردوير والسوفتوير اني انفذ الانستركشن ان بارلل. فشو الفائدة من زيادة سرعة المايكرو بروسيسور لأرقام عالية جدا وانا بالنهاية الانستركشن بدي يتنفذ يعني بشكل ما ان سيكونس. راح كل واحد ينتظر اللي قبله حتى يتنفذ، فالسرعة بتكون سرعة المايكرو بروسيسور ما لهاش معنى. الشغلة الثانية الوول الثالث اللي هو الميموري وول. الميموري وول بنعرف احنا انه اثناء تنفيذ ان بارلل ممكن انه
more than one access يحدث على الميموري، أكثر من طلب يحدث على الميموري. ولكن الميموري بطبيعتها صعب جدا إنها تستجيب لسيمالتينيوس أكسس. فهنا بتحدث إيش؟ إشي اسمه الكونتنشن عبر النتورك، الاختناق أو بعض الأحيان بسموه بوتل نيك، ولو إن البوتل نيك بيختلف. بوتل نيك على الميموري. طبعا اليوم حاليا في المودرن مالتي كور سيستم او ماني كور سيستم حتى، اكتشفوا انه كل الباور كونسومشن الضائعه واللي تستنفذ سببها الميموري كونتنشن والانتر كونكشن نتورك كونتنشن اللي هي الاسلاك او توبولوجي نتورك، نتورك توبولوجي to connect between memory and the processor and different cores. فوصلوا لعقدة ثانية انه طيب انا بزيد المايكرو بروسيسور لسرعات عالية جدا، وبالنهاية التطور على الميموري تكنولوجي بطيء جدا بالنسبة للتطور على المايكرو بروسيسور. زي ما حكينا قبل شوي اول ما بدأنا انه بده يضطر المايكرو بروسيسور ينزل لسرعة الميموري لما يحكي معها بينزل. بس انا اعطيتهم مثال المحاضرة الاولى انه تصوروا انه في عندنا مثلا واحد عداء سرعه عاليه بيمشي، حكوا له بدك تمشي من الجام على الزباب دي مثلا تقطعها بخمس دقائق على سبيل المثال. فشاف المسافه هو خمس دقائق سهله جدا عنده، ولكن حكوا له بدك توصل انت واختيار مثلا او ولد صغير بنفس الوقت، توصل انت وياه بنفس الوقت. فبالنهايه بده ينزل لسرعه الانسان العادي اللي زينا، يعني ممكن انه يوصل ربع ساعه. ليش؟ مش لانه بطيء، هو سريع ولكن اللي معه بطيء. كذلك الامر هنا البطء للمايكرو بروسيسور والكونتنشن عبر المايكرو بروسيسور وقف التطوير على السوبر سكيل سكيلر كومبيوتر. طيب كمبيوتر اركيتكتشر كومبوننتس اند تولز ان اوردر to proceed in the computer architecture process we need component and tool. حتى ان نتقدم في الكمبيوتر اركيتكتشر كورس هذا ونعرف كيف نعمل design and evaluate these designs لازم نتعلم على component design and tool design. component design اللي هي نفس الكومبوننت اللي كنا ناخذها في الديجيتال لوجيك ديزاين. بدنا نراجع المحاضره القادمه او اللي بعدها الديجيتال. بعدين نتعلم على إيش اسمه مايكرو أوبريشن لانجويج. مايكرو أوبريشن لانجويج، مايكرو أوبريشن لانجويج اللي هي لغة شبيهة في البسيدو كود. البسيدو كود ذاكرين حتى أول ما دخلته كنت تكتب البرنامج قبل لا تكتب البسيدوغرام. بسيدو كود، هذا البسيدو كود لغة مفهومة إلها رولز ولكن ما بتتنفذ. احنا نتعلم على المايكرو أوبريشن اللي هي لغة شبيهة بالبسيدو كود ولكن هاي بتوصف الهاردوير. بعدين راح نروح للتولز. التولز في برنامج من انتل او سيميليتر من انتل اسمه كوارتز، راح نتعامل معه وراح نتعلم لغة اسمها الفيريلوج هاردوير ديسكريبشن لانجويج، لغة بتوصف الهاردوير ونصمم من خلالها. لذلك هاي المواضيع اللي بدنا ناخذهم في الكورس. اليوم بدنا نبدأ بالبيرفورمانس. شو المقصود بالبيرفورمانس وكيف المتريك اللي مرتبطه بالبيرفورمانس بدي ادرسهم. تولز اند كومبوننتس الاسبوع القادم، الاسبوع اللي بعده الاي او ديفايسز، بعدين الانسبكشن سيستم دازبسينج مود اخذتهم في المايكرو بروسيسور مراجعه سريعه جدا بناخذ. بعدين بنبدا في الكونستراكتنج للبروسيسور ان ديتيلز، بايب لاين بروسيسور، ميموري مابينج، اف بي جي ديزاين، واذا بقي وقت بناخذ المالتي بروسيسور. طبعا هنا في عندنا كمبيوتر كومبوننت اركيتكتشر كومبوننت. حكينا الكمبيوتر اركيتكتشر كومبوننت مكون من سي بي يو، بروسيسور اليمنت، ميموري اليمنت بلس مالتي ليفل اوف كاش اند الاي او ديفايسز. ففي عندنا ايش؟ السي بي يو، الميموري. هاي الميموري هاي رأيكي مش راح نطب فيها كثير هنا الا في موضوع واحد من عمليه الكوميونيكيشن او عمليه الادريسنج للسام بين السي بي يو وبين الميموري. السي بي يو رايحين ناخذه ان ديتيل، الاي او ديفايس رايحين ناخذ شابتر واحد بحيث ان
ناخذ الكنترولر، ناخذ الانتركونكشن نتورك بين الاي او ديفايس، وناخذ بعض الميكانيزم اللي بتعامل السي بي يو فيها مع الاي او ديفايس. بنوقف عند البيرفورمانس، راح اخذ بريك بس خمس دقائق او اقل وبرجع لكم بنكمل عند البيرفورمانس.
السلام عليكم. بدي اخذ حضور غياب بس صرت تطيب كثير عشان احنا الاسبوع الثاني. اللي بنادي اسمه بكل حظ اليوم 31. اسيل موجوده؟ اسيل عمارني؟ اسيل مش موجود. احمد ابو سلامه؟ أحمد موجود. إسراء فياض؟ إسراء آية أبو الرب؟ آية أبو الرب رغد؟ نختار انا هنا موجودة. ترى موجودة؟ ترى موجودة. آية؟ آية بالرب. شكلكم حتى اللي حاضرين ثلاثة. طيب معناته خليها لنهاية المحاضرة. نهاية المحاضرة بنخلص. طيب خلينا نكمل احنا بيرفورمانس. طبعا ذكرنا انه قضيه البيرفورمانس في الكمبيوتر ماشين قضيه معقده جدا، مش ممكن ان ننظر لها باتجاه واحد ونغفل الاتجاهات الاخرى. فقضيه الماشين بيرفورمانس راح نشوف او نتعرف على شو معنى بيرفورمانس، بعدين كيف بعمل ميجرينج للبيرفورمانس، بعدين البيرفورمانس متريك الاساسيه اللي بدي اقيسهم بحيث انه يعكس لي الزياده او النقصان في البيرفورمانس، واخر شيء ايفالويشن اوف بيرفورمانس. راح نتعرف على المواضيع هاي. Why does some hardware perform better with different program? What performance factors are related to hardware? طبعا راح نشوف انه ممكن انه تو ديزاين مختلفات عن بعض يتصرفوا مع بروجرام واحد بنفس الشيء يكون بيرفورمانس، وممكن يكونوا يتصرفوا بديفرنت بيرفورمانس. راح نشوف هنا شو المقصود بالبيرفورمانس، ولكن قبلها حكينا انه احنا البيرفورمانس عباره عن قضيه متعدده الرؤوس، يعني مواضيع كثيره راح تأثر على البيرفورمانس. نعطيكم هون في الكتاب مثال مهم، مقارنة. يعني لما أنا قبل المثال هذا، لما أجي أنا أقارن بين بروسيسور وبروسيسور آخر، أو قبلها بين كمبيوتر وكمبيوتر آخر، كيف بحكم أنا إنه البيرفورمانس للكمبيوتر الأول أفضل من البيرفورمانس للكمبيوتر الثاني؟ بعدة نظرات. ممكن واحد يروح يقارن التايم الإكسكيوشن تايم للمايكروبروسيسور، ممكن واحد يقارن الثروبوت، ممكن واحد يقارن اليوزر اكسس تايم، ممكن كثير قضايا. لذلك الامر مش ممكن اني احكم على بيرفورمانس لاي ماشين الا من النظرة لجميع القضايا. كذلك الامر الاكزامبل اللي نعطيكم اياها بقارن بين عده شركات طيران، مثلا البوينغ 777، البوينغ 747، الـ ABC، الـ Airbus، فيرجن مختلفين. بقارن من حيث عدة قضايا. القضية الأولى الـ Passenger Capacity، وراح نشوف إنه من وجهة النظر هاي أفضل طيارة اللي هي البوينغ 777 حوالي 450 أو أكثر من المسافة، بينما أقل performance للـ ABC حوالي 120 أسنت. هاي من وجهة النظر. هاي من وجهة النظر السرعة، the speed. راح نشوف إنه البوينغ 777 بطيئة مقارنة في إيش؟ في الـ ABC. فلذلك إذا طلعنا من وجهة نظر الـ speed أفضل واحدة الـ ABC، من وجهة نظر الباسنجر أفضل واحدة البوينغ 747.
من وجهة نظر الرينج بير مينز يعني المسافة اللي بقطعها في الجو بدون لا يتزوج في وقود على سبيل المثال، نشوف انه البوينت 777 والاي بي سي تقريبا متشابهات، ولكن البوينت 777 افضل، النوع الثالث برضه افضل وافضل وهكذا. القضية اني اجي اسال هذا السؤال، مين افضل بيرفورمانس؟ البوينت 777 ولا الاي بي سي ولا اذر تايب؟ تيجي بتحكي لي من اي ناحيه؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه الكباسيتي هاي افضل، من ناحيه البيرفورمانس الاي بي سي افضل، من ناحيه الرينج متشابهات تقريبا، من ناحيه نواحي اخرى. لذلك قضيه البيرفورمانس قضيه متشعبه بننظر لها من جميع النواحي. وي نيد تو ميجر comparison of machine properties، يعني احنا بدنا نقيس البيرفورمانس حتى بالاساس نقارن ما بين performance ل different machine. comparison of software properties compiler، بعض الاحيان بدي اقارن انا من ناحيه السوفتوير بحيث اعطيه للهاردوير واشوف كيف بتصرف، مين افضل سوفتوير، يعني مين افضل كومبايلر الاول والكومبايلر الثاني وهكذا. البيربس ميكينج بيرتشيس ديسيجن، طبعا وين بستفيد انا من قضيه الكومباريزون هاي؟ بستفيد في حالتين، اذا انا بدي اروح اشتري ومعني في ماشين يكون البيرفورمانس لها عالي جدا، فبدي اقرا البيرفورمانس من جميع النواحي واقارن في شركات اخرى او برودكت اخر. من ناحيه ثانيه اذا انا ديفلوبر يعني ديزاينر وبدي اصمم architecture جديد، الاركتكتشر هذا على الاقل لازم يكون افضل من other performance architecture من نواحي معينه، فلذلك ضروري اني ايش؟ اني اقارن البيرفورمانس. Is a single major sufficient؟ يعني هل اني اقارن performance من ناحية من وجهة نظر واحدة كافي ولا مش كافي؟ طبعا بالتأكيد حكينا مش كافي او ما بيعكس، ممكن انه يعكس ايش البيرفورمانس ولكن مش دائما، وما بيعكس لنا دائما افضلية المشين بيرفورمانس. لذلك شوفوا هالمثالات، مثال مشين كمبيوتر مشين with 600 ميجا هرتز كلوك سايكل، وماشين اخر with 500 ميجا هرتز كلوك سايكل. لو جيت سالتكم انا، انتم اللي حاضرين معنا، مين افضل بيرفورمانس من ناحيه الاكسكيوشن تايم او من ناحيه الكلوك سايكل تايم؟ مين افضل؟ شباب ليش نايمين؟ يعني فيش اللي بتجاوبوش ايش انتم؟ سألت سؤال لازم تجاوبوه والا بصير احط علامه. طلعوا ها، لو جيت سألتكم بروسيسور الفريكوانسي له هيك 600 ميجا هرتز، شو معنى الحكي هذا؟ معنى الحكي هذا انه في عندنا قانون بيقول لك الفريكوانسي شو بتساوي؟ بتساوي 1 على التايم، وانا بدي التايم، لذلك راح يكون التايم بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على الفريكوانسي. ومن هان لو جيت حكيت انا 1 على 600 ميجا هرتز، ميجا هرتز معروف عندنا صح؟ الميجا 10 قوة كم؟ الكيلو 10 قوة 3، الميجا 10 قوة 6، إذا ضرب 10 قوة 6. طبعا هي نفسها 1 على 0.6 ضرب ايش؟ 10 قوة ماينس كم؟
9 نعرف كيف ذهن الفاصلة حطينا هاي ماينس 9 طلعها فوق تصير ماينس 9. طبعا هاي لو جينا على الكالكوليتر حسبناها كم بتساوي؟ 1 تقسيم 0.6 اللي هي 1 بوينت تقريبا 1.7 في هاي نانو 10 كوي ماينس 9 نانو سكند. شو معنى الحكي هذا؟ معنى الحكي هذا انه البروسيسور هذا والماشين هاي كل 1.7 نانو سكند كل هالفترة الزمنية هاي قادر على انتاج كلوك سايكل. اذا قادر على انتاج كلوك سايكل كل 1.7. نروح على الماشين الثانية نفس القصة، التايم يساوي 1 على الفريكونسي بيساوي 1 على 500 ميجا هرتز اللي هي نفسها 1 على 0.5 ضرب 10 قوة ماينس 9 بيساوي تقريبا هذا كم؟ أو بيساوي 1 على نص 2 نانو سكند صح؟ 2 نانو سكند يعني each 2 نانو سكند generate 1 كلوك سايكل. طيب بناء على الحل هذا اللي حليناها مين افضل من ناحيه الاكسكيوشن تايم راح يكون مين افضل؟ مين؟ شو رايكم؟ ولا ما حدا متبع معنا؟ الحكي هذا بالضبط. لذلك راح اعمل اشياء في نهاية كل محاضرة كويز او تاسك يكون في عليها علامة. واضح انه الماشين اللي بتنتج كل فترة زمنية كالكلوك سايكل راح تكون بيرفورمانس لها اعلى. Why do we still have mainframe؟ السؤال هذا جاوبنا عليه قبل. بحكي لك اذا اني كل ما طبعا هذا ما بيعكس دائما البيرفورمانس ولكن بيعكس البيرفورمانس من ناحيه ايش؟ الجنريت كلوك سايكل ثاني. ولكن بحكي لك لو انه فعلا هذا الحكي صحيح وكل ما نزيد الفريكونسي فبدي بزيد انا زي ما حكينا الفريكونسي ل 4 جيجا هرتز. ل 4 جيجا هرتز ممكن ازيد الفريكونسي. فبحكي لك العاد شو راح نستفيد من المين فريم اللي هي السيرفرات؟ خلص بزيد الفريكونسي وبنسى البرفورمانس اللي عليه، ولكن هذا الحكي زي ما شرحنا بالمثال مش صحيح. لذلك ماني دايمنشن تو كمبيوتر بيرفورمانس، في عندنا عده اتجاهات بتكون تحكم ايش الكمبيوتر بيرفورمانس، اولاها سي بي يو اكسكيوشن تايم واهمها باي انستركشن اور سيكونس floating point instruction and the branch instruction. يعني كل ما كان سريع بالنسبة للشغلات هاي أو execution time قليل راح إيش راح يكون performance أفضل. بعدين إشي اسمه cache bandwidth وإشي اسمه main memory bandwidth، برضو هذا مهم جدا. طبعا bandwidth عندنا هنا بيعكس لنا إشي مهم أخذته في كمبيوتر نتورك، شو يعني باندويث نتورك؟ ولكن عندنا في الكمبيوتر اركتكتشر وبالاخص في الكاش اند ميموري هيراركي اركتكتشر الباندويث معناه انه كم ممكن الكاش ميموري تخدم ريكويست بير سكند، كم ريكويست ممكن اني اخدم، كم سيمالتينيوس ريكويست ممكن اني اخدم في نفس الوقت على سبيل المثال. لذلك كل ما زاد الباندويث بالتاكيد راح تزيد البيرفورمانس، وهذا مهم جدا حتى انه ايش حتى انه اعطي بيرفورمانس اعلى. طبعا الجهه الثالثه الاي او بيرفورمانس الباندويث البكسل، الكنترولر للاي او باندويث مهم جدا. لذلك ريليتيف امبورتانس ديبند اون ابلكيشن اند فور main component. شوفوا حتى اني اعمل evaluation
حتى اعمل تقييم لاي بيرفورمانس بالجرنل بلزمنا شيء اسمه البنش مارك. البنش مارك هو عباره عن بروجرام مكتوب عالمي يونيفرسال يعني بكون او انت بتكتبه حتى انك تعمل تيست لاي ماشين. في عندنا شيء اسمه المايكرو اند مايكرو بنش مارك بروجرام اللي هو بنش مارك بروجرام برنامج صغير الديزاينر نفسه بيكتبه حتى انه ايش حتى انه يعطيه للديزاين اللي هو عنده وشو على سبيل المثال الاكسكيوشن تايم في تنفيذ المايكرو او المايكرو بروجرام. طبعا بتتم عملية التريسنج على مستوى الريجستر او على مستوى الجيتس او على مستوى سايكل. في عنا ايش اسمه ريجستر ليفل وفي عنا ايش اسمه الجيت ليفل. الفرق بينهم انه على مستوى الريجستر ليفل دائما بهمل الديلي اللي بيحدث، على مستوى الجيت ليفل دائما براعي الديلي اللي بيحدث. لذلك هذا بيسموه تايمينج راح نيجي له، هذا بيسموه فانكشن او فانكشن. في انا اشي اسمه الاريا اند ديلي استيميشن اند باور استيميشن. في بعض البنش مارك وظيفتها انه يعمل تيست او للاريا اللي بتكون فعاله اثناء البروجرام، الديلي كمان كم الديلي اللي بتحدث، وممكن في بنش مارك بروجرام حتى انه يحسب الباور كونسامشن اذا انا زدت ايش زدت الاكسس على الميموري على سبيل المثال. انا تعريف البنش مارك بروجرام: It is a test that measures the performance of system or subsystem on a well-defined task or set of tasks. يكون في عندنا تاسك معروفة، الجوريثم معروف ايش هو، يعطى للاركيتكتر حتى اني اشوف كيف بتصرف، كيف راح تكون قضية البيرفورمانس تنعكس فيه. قضية البيرفورمانس راح نقرأها كمان شوي، انه في عنا عدة متريكس راح اراكبها، اهمها الاكسكيوشن تايم اند الثروبوت. Measuring and reporting performance. What do we mean by computer is faster than other computers? يعني يوم نيجي نحكي احنا انه الكمبيوتر A اسرع من الكمبيوتر B. اسرع من كمبيوتر B بالاغلب معظم الناس بتهيئ لهم انه البروجرام اي بروجرام راح يتنفذ على الكمبيوتر السريع في less time. إذا less time needed to execute any program in مثلا machine أو computer راح يحتاج وقت أقل في الكمبيوتر السريع. طبعا هذا حكي صحيح، جزء من ال performance يعكسه اللي هو execution time أو بنسميه run time، ولكن في عندنا التايم نفسه في عدة متريكس فيه، فمش دائما أنا بدي أهتم في جميع المتريكس اللي بتكون في other components. فمثلا في عندنا إشي اسمه response time or execution time، time that uses see the output. response time أو execution time اللي هو التايم اللي اليوزر بنتظره حتى إنه يشوف الأوتبوت النهائي، أو نسميه response time. في عنا إشي اسمه elapsed time، latency تأخير. to complete task including disk access, memory access, I/O access and main memory access and operating system and other overhead. يعني كل latency من كل الكومبوننت داخل الكمبيوتر اللي مرتبطات في الاكسكيوشن، مجموع latency time هذا بنسميه elapsed time، اللي هي يعني باختصار الوقت الضائع مش في الاكسكيوشن، الوقت الضائع في التنقل ما بين الكومبوننت. في عندنا شيء اسمه throughput، برضو يعني نفس المصطلحات اللي كنا ناخذهم في النتورك، درستوا النتورك جميعكم، نفس المصطلحات اللي كنا ناخذهم في النتورك حتى ان نحكم انه النتورك هاي البيرفورمانس لها افضل من النتورك الثاني.
throughput كان معناه total amount of work done in a unit of time or in a given time. إذا the number of tasks اللي بنجزهم خلال وحدة الزمن. لذلك ال performance راح تكون يا إما increase يا إما decrease بالنسبة لإيش؟ للبراميتر أو المتريك اللي ذكرناهم فوق. We use the term improved performance or improved execution time when we means increase performance and decrease execution. يعني باختصار improved performance معناها increase the performance زيادة performance. Improved execution time معناها decrease the execution time. ليش؟ لأنه performance تتحسن لما إنه الاكسكيوشن تايم يقل. لذلك العلاقه عكسيه عندنا ما بين الاكسكيوشن تايم وايش والبيرفورمانس. الاكسكيوشن تايم والبيرفورمانس العلاقه عندهم عكسيه. اذا زادت الاكسكيوشن تايم كده البيرفورمانس، قلت الاكسكيوشن تايم بزيد performance. موضوع آخر، في شيء اسمه elapsed time ذكرناه قبل شوي، اللي هو count everything latency، مثل الميموري والديسك والIO latency وهكذا. A useful number but often not good for comparison purposes. طبعا هذا مهم ولكن ما بيستخدم أو غير مستخدم في عملية comparison between different machines. ليش؟ لأنه الـ I/O device على سبيل المثال والميموري element ممكن إنه يتأثروا كثير بتأثير الخصائص الماشين هاي، فممكن تغييرها بشكل بسيط. علاش بدنا نركز عليها؟ بدنا نركز على CPU time. Time the CPU is computing doesn't count I/O device or time spent running other program. لذلك هذا راح يركز على CPU time المستنفذ أو الضايع في تنفيذ الانستركشن أو تنفيذ البروجرام. User computer time and system CPU time. User CPU time and system CPU time is the main metric or are the main metric used for execution time reflect the performance. في عنا ال user CPU time. CPU time spent in the program. إذا CPU time أو latency time الضائعة في تنفيذ البروجرام نفسه. في عنا إيش اسمه system CPU time اللي هو CPU time spent in operating system performing tasks requesting by program decreasing the execution time. اللي هو latency اللي جاي من ال operating system وعملية إيش على سبيل المثال عملية السكيدولينج ما بين الثريد وما بين البروسيس في الاوبريتنج سيستم، وهذا برضه خارج اهتمام. لذلك السي بي يو تايم راح ينتج من شغلتين، من السي بي يو تايم ومن السي بي يو السيستم سي بي يو، من اليوزر سي بي يو تايم والسيستم سي بي يو تايم. ها راح نركز على اليوزر سي بي يو تايم اللي هو تايم سبيند اكسكيوتينج لاين اوف كود انستركشن يعني ذات ار ان ذا بروجرام. Two notations of performance. في عنا إيش اسمه response time latency. Time to do the task. إذا latency اللي هو time اللي بنحتاجه حتى إنه ننفذ التاسك هاي. The throughput وبعض الأحيان ال bandwidth بيعكسوا نفس المعنى اللي هي number of tasks. Executed per hour or per unit of time. Response time and throughput are in opposite. يعني response time and throughput نفس ما شرحنا قبل شوي. Execution time and performance متعاكسة، زادت هاي بتقل الثانية. We will focus in response time in this chapter. طبعا measuring and reporting performance.
ديفاين بيرفورمانس، ذكرنا قبل شوي البيرفورمانس متعاكس دائما مع الاكسكيوشن تايم، لذلك البيرفورمانس بتساوي واحد على الاكسكيوشن تايم. لو كان في عندنا اكسكيوشن تايم اكس لماشين اي واكسكيوشن تايم واي لماشين بي، فبيرفورمانس اكس على واي بدها تساوي اكسكيوشن تايم واي على اكس. النهاية بنسميها السبيد اب. السبيد اب تستخدم في مقارنة سرعة تو ماشين مين أسرع. لذلك لو كان عندنا مثلا ماشين A بتنفذ instruction في 10 سكند وماشين B في 15 سكند، الاكسكيوشن تايم ل B على الاكسكيوشن تايم ل A راح تكون ايش؟ B 15 على A 10 1.5. هذا معناه انه A اسرع من B ب 1.5 مرة، 1.5 مرة. لذلك قانون السبيد اب لو نزلها برميل ام بتساوي performance A على performance B وتساوي execution time لB على execution time لA، لأنه عرفنا أن performance و execution time علاقتهم متعاكسة. خلينا نوقف عند السلايد رقم 39. خلينا نوقفها عند الميجرينج and reporting performance. بنكمل بكرة هنا. بس قبلها بدنا ناخذ الحضور والغياب. بنادي الاسم اللي بيطلع اسمه بكون نعم. بس أسيل موجودة؟ أسيل أحمد أبو سلامة، أحمد موجود. إسراء فياض موجودة. آية أبو الرب موجودة. رغد أبو سرية. زينب أبو حفظ. سوسن موجودة. سوسن موجودة موجودة. شفاء زكارنة موجودة. عامر عمر حسين عامر موجود. عدنان دراغمي موجود دكتور. غدير زيد موجودة. غيد عدنان حنايشة موجودة دكتور. ليث لينا عبد الغني صبري. لينا محمد أحمد حسين محمد البزور موجود. محمد نصر نجم. محمد نصر. محمود أبو الرب. محمود. معاذ موجود دكتور. نيفين موجودة. هديل موجودة. يزن شديد مش موجود. في حدا ما طلعش اسمه؟ طيب يعطيكم العافية.